متهيئ للملتقى. غادي في واحد المسلسل الحمد لله اللي هو جد ايجابي, حيث في كل اقطاب ديال 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 الملتقى كنلقاو يعني اولا واحد النسبه ديال الرجوع ديال الشركات اللي هو جد مهم, وكنهضروا على الاخوات والخواص ملي كيكون عندهم واحد البرنامج استثمار يمكن لهم يستثمروا يعني في أي مشروع هذا بغاو, إلى رجعوا لهنا الملتقى ديال الفلاحي هي كاين واحد النشاط اقتصادي اللي هو مهم بالنسبة لهم, وهذا هو الدور ديالنا. الجانب الدولي كل عام كيدوز هو كيزداد أهمية. ملي كتشوف يعني نفرضوا ان ايفينمون فحال هذا اللي قلنا ديال لاكوب 21 ولا لاكوب 22, هذا كيتسمى يعني واحد الحدث ظرفي. حنا عندنا واحد الحدث سنوي, دونك الرؤيه ما مبنياش على نفس المنهجيه. حنا عندنا لا كونسوليداسيون دي زاكي, يعني داك الشيء اللي وصلنا له خصنا نحاولوا نضمنوه, وعاد نشوفوا كيفاش نزيدوا مسائل اخرى ما بين هاد المسائل هذه اللي كتجي كل عام جديده. هي منفرضوا ضيف الشرف ديال الامارات, وشنو يعني ممكن هذا في الطرفين على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي باش هذا, وهذا يعني مبرمج ان شاء الله في هذا اللقاء, وماشي الا يعني مع دولة الامارات, يعني مع بعض الدول كاين وزراء اجانب اللي راهم حاضرين معنا من افريقيا من اوروبا, وايضا على الصعيد الاقتصادي كاين ارباب الشركات تاهما اللي دابا في هاد المقتدى راهم كيهضروا مع على كل ما كيخص الامتيازات اللي يمكن لهم يكون عندهم. الو اكثر من هذا اللي وقع منذ السنه الماضيه, وولينا حنا كنربطوا اتصال ما بين الاجانب ايضا, يعني تلقى اجنبي من افريقيا نفرضوا واجنبي من دوله اوروبيه, واحد كيطلب منا باش نحاولوا نلقاو له يعني واحد الشريك باش يداو له شي نقطه من النقاط. وكاين بحال دابا في القطب الدولي خصنا واحد المكان اللي كنعيطوا له لي بي تو بي, فين تيكونوا المغاربه مع الاجانب ولا الاجانب مع الاجانب. ما كانش في الدوره الاولى, ما كانش في الدوره الثانيه ايضا ديال 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 الملتقى. دونك وهذا يعني قرار اللي كيرجع للسيد الوزير والطاقم ديالو باش يعني يديروه في الظرف اللي كيبان لهم احسن. باش نعم, واش هي مرتبطه بكوب 22؟ واش كاين ارتباط ايضا مع لا كوب 22. كنظن بانه ودي على الصعيد الاكاديمي كاين واحد الحدث اللي هو مهم بزاف هذا العام اللي كنتسناوه ماشي غير حنا المغاربه في نوفمبر, وخصنا كنا يعني نحاولوا نضيفوا الجهد ديالنا باش نجحوا هذا ان شاء الله هذا ايضا هذا المحل.